اللي هو موضوع ضريبه القيمه المضافه. كل لما تروح لحد تكلمه تقول له ايه ده الحاجه دي غليت ليه؟ يقول لك الله ما ضريبه القيمه المضافه، ما انت 13% دلوقتي بقيت 14% فالدنيا غليت. هو ضريبه القيمه المضافه مأثره على الاسعار لهذه الدرجه؟ يعني بدايه احنا عايزين نقول القيمه المضافه ليس بجديد، ومش مصر هي الدوله الوحيده اللي طبقت قانون القيمه المضافه. فلسطين اللي هي فلسطين نفسها ما فيها القيمه المضافه، الاردن فيها، كل الدول المحيطه فيها، الدول كل الدول المحيطه بالشرق الاوسط فيها القيمه المضافه. يعني مش جديد، ما لم ياتي القانون بجديد. وقانون القيمه المضافه ما هو الا امتداد لقانون الضريبه على المبيعات.